السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة إحنا في منتصف شهر فبراير، لكن مع إن إحنا في نصف فبراير إنما الحقيقة الجو مشمس وشمس طالعة كده بشكل جميل. أنا عايزة أقرب لكم عشان تسمعوا صوت المية. يا رب كده يكون صوت المية وصلكم. المية رايقة جدا وواضحة خالص ونظيفة، وفي بعض الأطفال بيلعبوا جنبي كده. الحقيقة برغم ان يعني زي ما قلت احنا في فبراير، لكن الجو جميل وفي بعض الأشخاص موجودين معانا على البلاج وعلى الكورنيش بيستمتعوا أكيد بالجو الحلو ده. بس المية مفيش أمتع من كده، حتى في ناس بيعوموا هناك بعيد كده، في أشخاص بيعوموا في المية. مية نقية جدا، نظيفة جدا وواضحة. في ناس بعيد في رمل اهم بيصطادوا، انما كده البحر قدامنا ممتد بلا نهاية، نهايته بقى في فرنسا او ايطاليا. يا رب يكون الفيديو القصير ده عجبكم وحاز على اعجابكم. بتمنى والله يا ريت لو كنتوا كلكم معايا في المكان الرائع الحلو ده. صوت المية ولا اروع. لو عجبك الفيديو القصير ده لا تبخل علينا بلايك، وكمان لو نورتنا باشتراكك في القناة يبقى شيء جميل جدا منك. مبسوطة جدا ان انا قابلتكم النهاردة، زي ما احنا متعودين بنتقابل كل يوم في تمام الساعة 8 مساء. ان شاء الله نتقابل غدا في تمام الساعة 8. سعيدة جدا ان انا قابلتكم في الفيديو القصير ده، ان شاء الله نتقابل غدا. دمتم في رعاية الله وامنه.